السلام عليكم، أسعد الله أيامكم بكل خير. لعلي أتكلم أيها الأحبة عن بعض الكلمات اللي انتشرت على ألسن الناس وخصوصا في التواصل الاجتماعي، وصار البعض ينكر عليها وبعضهم يقول أنها محرمة أو خاطئة، وهي الأصل لا بأس بها بإذن الله ولا حرج فيها بما أفتى ذلك علماءنا الكبار حفظهم الله ورحم الله من مات منهم. قول الله يخليك، بعضهم يقول أن التخلية بمعنى الترك، كأنك تقول الله يتركك، فهذا محرم. نقول ليس هذا المقصود، بل كانوا يقولون العرب قديما لا أخلى الله مكانك، ومعنى الله يخليك يعني الله يبقيك، الله يحييك، جعل ذا المكان ما يخلى منك. وقد أفتى العلماء بذلك بأنه لا بأس بها بإذن الله. قول الله ليهينك جائزة كذلك لا بأس بها. وفي قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني إذا هانك الله فمن يكرمك بعد الله، فذلك كأنك تدعي له جعل ربي ما يهينك في حياتك، فلا بأس بها بإذن الله. تصغير مثل أسماء عبد العزيز إلى عزوزة وعزيز، تصغير عبد الرحمن إلى دحوم، دحمي، دحيم، عبد المجيد إلى مجود وهكذا. بعضهم يقول ما يجوز أنها تصغير لاسم الله جل وعلا وفضل جلاله، نقول لا، المقصود بها اختصارا ولا يقصد بها اسم الله سبحانه وتعالى. وقد أفتى بجوازها لجنة الدائمة على رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر له، فلا بأس بها بإذن الله تعالى. قد ذكر عن بعض المحدثين أنهم كانوا يقولون اختصارا لعبد الرحمن في الأسانيد في الحديث دحيم، عبد الرحمن إلى دحيم. كذلك انتشرت رسالة في معنى وتعالى جدك، قال بعضهم لا، الله ما له جد، مفروض تكسرون الجيم، تعالى جدك. نقول هذا مفهوم خاطئ، جدك بمعنى كبرياءك وعظمتك يا رب، ومنه قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، فالصحيح أنك تقول وتعالى جدك بفتح الجيم. قول اللهم صل على محمد عند فقدان الشيء أو نسيانه، إما كلام أو فعل، بعضهم إذا نسى يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، أو إذا فقد شيء يقول اللهم صل على محمد، فينكر عليه البعض يقول لا ما يجوز يا أخي، الله تعالى يقول واذكر ربك إذا نسيت، اذكر الله. نقول كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه وأفتى العلماء بجوازها. قول البعض حرام عليك لفعل من الأفعال أو كلمة لبعض الناس، وهي مي بحرام ولا شيء، فيجي ذاك يرد عليه على كيفك تحرم وتحلل في الشرع. نقول هو يقصد بها من باب التشنيع الأمر وتهويله، ما يقصد بها التحليل والتحريم في الشرع، فلا بأس بها بإذن الله.